السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت والصورة واصلين يا شباب؟ السلام عليكم، الصوت واصل يا شباب ولا مش واصل الصورة؟ تمام. أولا بشكر الأستاذ شادي، وبشكر إدارة إعلامية خبراء المال، وبرحب بكم جميعا إن شاء الله في دورة التحليل الكلاسيكي والسلوك السعري أو برايس أكشن. وهي في الحقيقة بتعتبر هي الجزء الأول من دوراتنا في النص الأول من 2016، لأن أنت علشان الدورة اللي احنا هنبتدي فيها النهارده دي علشان تقدر تحلل شارت وتقدر تتداول بشكل جيد. الدورة التالية اللي هي دورة الهارمونيك دي هتكون هتفيدك انك تقدر تحدد الأهداف بدقة متناهية، هتكون إضافة ليك مع دورة التحليل الكلاسيكي. أما الدورة التالتة فبتكون دورة موجات إليوت، ودي بيكون الهدف منها إن يكون ليك رؤية شاملة للشارت، لأن في حاجات كتير أوي مبتبقاش واضحة في التحليل الكلاسيكي أو في الهارمونيك، ما بتظهرش غير في موجات إليوت. نظرا لأن بيكون في معانا دايما عدد من الإخوة البيجنرز أو مفيش الخبرة أو لسه في بداية تعلم التحليل الفني، فبتكون المحاضرة الأولى دايما اللي هي النهاردة تكون محاضرة خفيفة جدا، هي عبارة عن مراجعة على أساسيات التحليل الفني، بعض الأساسيات الهامة اللي لازم نكون عارفينها قبل ما نبدأ مع بعض الكورس الحقيقي بتاعنا اللي هيبدأ من بكرة بقى إن شاء الله. يعني الناس اللي عندها خبره هتستحملها شويه، لكن بالرغم من كده هيكتشف ان في حاجات النهارده برضه جديده عليه، والناس اللي بتبدا من الصفر هتبدا معانا من النهارده ان شاء الله. قبل ما ابدا كلامي، هو الاول بس الاستاذ عبد الله كاتب صوت، في حد عنده مشكله في الصوت يا شباب؟ انا عندي هنا النت اقوى ما يمكن، فلو حد عنده مشكله في الصوت يبقى يظبط الشبكة عنده. تمام، طيب الناس كلها عندها الصوت كويس، فصوت عبد الله ظبط الصوت عندك. قبل ما نبدأ مع بعض بس في مجموعة كده من الأسس والمفاهيم عايزين نتفق عليها علشان نستفيد من دراستنا للتحليل الفني. أول حاجة، إحنا بالتأكيد كلنا بندرس التحليل الفني علشان في النهاية نبني استراتيجية للتداول نشتغل عليها، سواء نحدد مناطق دخول أو نحدد مناطق للشراء ومناطق الوضع الستوب لوس ومناطق لجني الأرباح. ده بالتأكيد معظمنا بيدرس التحليل الفني علشان كده، إلا أنه ده مش كفاية. بمعنى عشان يكون عندك استراتيجية كاملة قبل ما تبدأ تشتغل بالتحليل الفني وتحلل الشارت وتعمل تريدنج، لازم يكون عندك استراتيجية ثابتة لإدارة رأس المال، ويجب أن تحترمها تماما أيا كانت سياستك في إدارة رأس المال هي إيه؟ في طرق كتيرة قوي لإدارة رأس المال، وفي عندنا في الـ في الـ في الـ سواء في الأكاديمية أو في موقع نادي خبراء المال هنلاقي مواضيع ومحاضرات كتير قوي عن طرق إدارة رأس المال. أيا كانت هي إيه؟ هو المطلوب منك إنك تحترمها، وإلا لو أنت اللي اخترعت التحليل الفني نفسه في النهاية هتخسر، طالما بتدير راس مالك غلط او
مش بتحترم اسلوب سياسه راس المال اللي انت قررت ان انت تمشي عليه. يعني هديك مثال صغير قوي. مثلا انت راجل قررت انك باي حال من الاحوال ما تخسرش لا قدر الله اكتر من 5% من راس مالك، وبالتالي حطيت الستوب لوس بتاعك، حددت مكانه بناء على الكلام ده. وليكن مثلا الستوب بتاعك كان 100 بيب او 100 نقطة. فاللي بيحصل كتير قوي وكان بيحصل معايا زمان، طبعا مش هقول لك ان انا كنت عبقري يعني من صغري، انه كان السعر لما الاقيه او انت تلاقيه قرب قوي من الستوب، عمل مثلا 85 90، تروح انت عامل ايه؟ مزود الستوب بتخليه 150 نقطه بدل 100 نقطه. لا انت كده او انا كده ما احترمتش سياسه اداره راس المال الخاصه بيا. واول ما تعمل كده تعرف ان انت بتعمل حاجه غلط، وتعرف ان انت داخل صفقه غلط، وتعرف ان انت هتخسر اكتر. يبقى انا بقول لك من الاول كده، هو ده اللي لازم تحترمه قبل ما تشتغل تحليل فني، عشان ما تجيش في الاخر تقول ايه تحليل فني ده ملوش لازمه، ما انا بخسر برضه، ونكتشف في النهايه ان الناس اللي بتقول كده هي سياسه اداره راس المال عندها خاطئه. دي اول نقطه يجب ان نحترمها. النقطه الثانيه، احنا داخلين السوق، انا بتاجر ليه؟ عشان اكسب. طب ما عشان اكسب يبقى لازم يكون في تغير في السعر، يعني السعر بيتحرك، يعني معنى صح كده لازم يكون في اتجاه للحركه. يبقى بالتالي انت مش هتكسب الا اذا كان في اتجاه، يعني لو اتجاه صاعد هتكسب لما تشتري، لو اتجاه هابط هتكسب لما تبيع. وبالتالي عشان تسهل المواضيع على نفسك تماما، ويبقى 80% من شغلك كسبان، مش هقول لك 100%، مفيش حد ما بيخسرش، عشان 80% من شغلك يبقى كسبان، يبقى تحترم الاتجاه. عشان كده احنا في المحاضرات القادمه احنا عندنا في استراتيجيه مخصصينها لتحديد الاتجاه على الشورت تيرم. طبعا هنعرف بالتفصيل ايه هو الشورت تيرم والميديم تيرم واللونج تيرم. عشان كده احنا مخصصين الاستراتيجي دي عشان نعرف ايه، نحدد الاتجاه بدقه عشان نتحرك معاه. الكلام ده انا اقوله برضو بسبب حاجه نفسيه بتحصل، ان احنا بنشوف السعر بيتحرك في اتجاه معين ونخاف ندخل معاه مع الاتجاه. نقول ايه الكلمة المشهورة ده السوق هايبر قوي. حتة هايبر اللي هو اوفر بوت او تشبع الشراء، الفرق بينها وبين الاتجاه الحقيقي هو ده اللي احنا هنفهمه ان شاء الله في المحاضرات اللي جاية، عشان نعرف امتى السوق هايبر وامتى ان انا اكمل مع الاتجاه. واقول السوق هايبر واروح داخل عكس الاتجاه، واروح السوق مكمل برضه في نفس الاتجاه واخسر. يبقى دي النقطه الثانيه، ان انا هنحترم الاتجاه، هنفضل مكاسبنا اكتر من خسائرنا. تعالوا نبدأ مع بعض كده بعض الأساسيات الخاصة بالتحليل الفني اللي هنحتاجها في شغلنا إن شاء الله في المحاضرات القادمة. معلش زي ما قلنا، الناس اللي عندها خبرة تستحملنا شوية.
هنبدأ مع بعض أنواع الشارت اللي احنا بنستخدمها، أشهرها اللي احنا هنتعامل معاها. أول نوع اللي هو شارت بنسميه شارت الشموع أو شارت الكاندل ستيكس. طبعا كانت معانا الأستاذة مريم في المحاضرة أو في الندوة اللي فاتت، كلمتنا طبعا بالتفصيل عن الشموع اليابانية. إن شاء الله احنا في الكورس بتاعنا الشموع اليابانية هيكون ليها نصيب الأسد، هتكون داخلة في كل حاجة، سواء في الشموع اليابانية اللي احنا عارفينها أو في استراتيجيات البرايس أكشن الحديثة اللي احنا ما نعرفهاش. هنلاقيها كده، هتلاقيها داخلة في كل حاجة. أكتر من 40% من الكورس بتاعنا هتلاقي داخل فيه استراتيجيات برايس أكشن ونماذج الشموع اليابانية. طيب شرط الشموع اللي هو طبعا أي شرط في الدنيا سواء شموع أو غيره بيكون علاقة ما بين محور أفقي اللي هو الزمن، حركة الزمن، والمحور الرأسي اللي هو حركة السعر. شارت الشموع بتكون كل شمعة من دول بتسميها شمعة، سواء بتمثل يوم، بتمثل أسبوع، بتمثل ساعة، اللي هو الفريم الزمني اللي احنا بنحلل عليه. طبعا كلنا عارفين ان الشمعة الجزء المستطيل ده بنسميه البادي أو جسم الشمعة، والافتتاح الشمعة الصاعدة بيكون في الأسفل الجسم، والإغلاق بيكون في أعلى الجسم، والظلال العلوي والسفلي دي اللي هي بتمثل أعلى سعر، والظل السفلي اللي بيمثل أقل سعر. وطبعا عادة إحنا بنفرق ما بين الشمعة الصاعدة وبين الشمعة الهابطة باختلاف الألوان ما بينهم، أو بنعمل واحدة مصمتة وواحدة مفرغة، ليك طبعا مطلق الحرية في تحديد الألوان اللي أنت عايز تشتغل بيها. ده الشرط اللي احنا هنستخدمه في معظم الاحيان. ليه؟ لان معظم شغلنا هيعتمد على النماذج اللي بتكونها الشموع دي، ايا كان النوع التحليل اللي احنا بنشتغل عليه. يعني لو اشتغلت نماذج فنيه هندخل معاها نماذج الشموع، لو اشتغلت مؤشرات فنيه هندخل معاها نماذج الشموع، لو اشتغلت هارمونيك هندخل معاها شموع، لو اشتغلت ايلت هندخل معاها شموع. عشان كده هو ده اهم نوع من الشرطات اللي بنشتغل معاها في معظم شغلنا. النوع الثاني من انواع الشارت بنسميه البارز او الاعمده. الفرق ما بينها هنا وما بين الشمعه اليابانيه ان هي زي البار كده، بيحط لك دايما الافتتاح على الشمال والاغلاق على اليمين. يعني لو الشمعه هابطه هيكون الشرطه اللي على الشمال دي فوق، لو الشمعه صاعده هيكون الشرطه اللي على الشمال تحت، وطبعا الظلال بتمثل الهاي واللو. عادة بنستخدم النوع ده من الشارت لما بيكون ما بيهمنيش قوي تفاصيل الداخلية، بكون بس عايز ارسم الاتجاه العام مش اكتر. فعلشان ما اعملش زحمة على الشارت بيكون افضل لي اني استخدم الشارت ده، لانه عادة دايما الشارت بتاعك كل مكان كده شكله سامبل وخفيف ولطيف كده، كل انت تحليلك نفسيا بيبقى اقوى. وايضا كل مكان الشارت بتاعك تحليله بسيط، يعني في عدد خطوط قليلة، في عدد مؤشرات قليلة، بتتكلم قليل عن الشارت، يبقى انت محلل قوي. لما تلاقي محلل كاتب لك صفحتين ثلاثة والشارت بتاعه فيه 5000 خط و6000 مؤشر، اعرف هو اصلا هو مش عارف هو عايز ايه. فكل ما كان تحليلك بسيط، شارتك شكله بسيط، كل ما كان تحليلك اقوى ورؤيتك افضل. يعني النوع الثالث من الشارتات اللي مش شرط الخطي او لاين شارت، ده عباره عن ايه؟ ببساطه كده نرجع كده للشارت اللي فات اللي هو مثلا الشارت ده. كل شمعة من دول ليها سعر افتتاح وليها سعر اغلاق وليها هاي وليها لو. الشارت الخطي احنا خدنا الاغلاقات فقط، سعر الاغلاق فقط نقطة، هتبقى نقطة اللي هو بيمثل سعر الاغلاق، ووصلنا النقط بتاعت الاغلاقات دي ببعضها فبتمثل لي الشرط الرسم البياني ده اللي هو عبارة عن الشرط الخطي اللي هي عبارة عن نقط الاغلاقات متوصلة ببعضها. وده فايدته ايه؟ دايما هنتعلم ايضا بشكل اكتر في المحاضرة بتاعت بكرة ان انا بيهمني لو انا في اتجاه هابط مثلا زي ده ان انا اعمل اغلاق اقل من الاغلاق، ما بيهمنيش ديول الشموع. ولو
في اتجاه صاعد ان انا اعمل اغلاق اعلى من اغلاق. وايضا هنشوف مع بعض ازاي انه الاغلاقات في كتير من الاحيان هي اللي هتمثل لي الدعوم او المقاومات الحقيقيه. بالنسبه للناس المبتدئه هنعرف مع حضرتك النهارده يعني ايه دعوم ومقاومات. اهم برامج تحليل فني برضو بالنسبه للناس المبتدئه، لو انت بتشتغل في البورصات سواء المصريه او العربيه عموما، اهم برامج البورصه اللي هو الميتا ستوك والام بروكر، اهم برنامج في الناس اللي شغاله فوركس معانا اللي هو برنامج الميتا تريدر، هو اسهلهم واشهرهم وافضلهم عموما الميتا تريدر. يعني في برامج ثانيه لكن ده بيعتبر اسهل وافضل برنامج. اهم برامج نقل البيانات طبعا اللحظيه لو انت في الاسهم مباشر برو او ميست او تيكر شارت، طبعا الميتا تريدر هو بينقل لك البيانات اللحظيه بتاعت الفوركس. تعالى هنتكلم. احنا في بدايه كلامنا قلنا اللي يهمنا في شغلنا ان انا اتحرك مع الاتجاه علشان اكسب. السوق بيتحرك في ثلاث اتجاهات ما لهمش رابع، يا اما صاعد في اب ترند او هابط داون ترند او سايد واي نون ترند، مفيش ترند المناطق العرضيه. بالرغم ان المناطق العرضيه النون ترند دي لا تمثل اي اتجاه الا انها بالنسبه لنا في منتهى الخطوره في التحليل الفني لسببين. اولا اي منطقه نان ترند زي دي سايد واي، قاعده كده هنحطها في دماغنا دايما، اي منطقه زي دي خصوصا لو استمرت فتره طويله بتنتهي بانفجار سعري سواء لاعلى او لاسفل، هنلاقي عندنا جزء كبير جدا من النماذج اللي هندرسها سواء كانت نماذج فنيه سواء كانت نماذج برايس اكشن سواء كانت هارمونيك سواء كانت حتى بالمؤشرات الفنيه، هتلاقي جزء كبير جدا مهمته انه يدخلك في اتجاه الكسر. يعني هتكسر المنطقه العرضيه دي لفوق هتشتري ولا هتكسر المنطقه العرضيه دي لتحت هتبيع. يعني المناطق العرضيه هيكون ليها نصيب كبير معانا في شغلنا علشان نستفيد منها. لكن تعالى كده نتكلم في حاجه عن حاجه اسمها نظريه داو، ان فيها بعض الاسس كده برضو لو احنا كده حطيناها في اعتبارنا هتريحنا كتير قوي نفسيا واحنا شغالين. ايه مين داو؟ داو ده الراجل ده من اكثر من 120 سنه في نهايه القرن 19 تقريبا اللي حط اول واهم نظريه في التحليل الفني اللي كل طرق التحليل الفني الحديثه مبنيه عليها. هناخد اهم النقاط فيها. اهم النقاط في نظريه داو، اول نقطه ان السوق بيتحرك في ثلاث تحركات، فعل ورد فعل وذبذبه يوميا. يعني ايه؟ فعل يعني انت اخذت اتجاه صاعد مثلا، هو ده الفعل. الاتجاه الصاعد ده لازم يكون في بعده رد فعل في الاتجاه العكسي ثم فعل تاني اتجاه صاعد ثم رد فعل. طيب اللي بيحصل بقى داخل كل اتجاه من دول سواء الفعل او رد الفعل اللي انت بتشوفه بقى في التحركات اليومية دي اللي بنسميها الذبذبة اليومية، ودي حتة بقى مهمة عايز انبه عليها قوي. ايه هي؟ احنا بنتعامل مع اتجاه او مع نموذج. بمعنى هنفترض ان انت في اتجاه صاعد كده، فمش لمجرد انك شفت شمعة حمراء هبطة بص الاقي الدنيا كلها بتتكلم فان احنا خلاص دخلنا في اتجاه هابط. لا، انت عشان تعكس اتجاه هابط ليها اسس وليها قواعد هنتكلم فيها. وبالتالي الذبذبات اللي بتحصل عكس الاتجاه داخل الاتجاه نفسه ما تخليهاش تاثر عليك قوي. خليك مع الاتجاه الى ان يتم كسره.
طيب ايضا هنا حته فعل ورد فعل دي مهمه في ايه؟ فان كل حركه لو انت في اتجاه صاعد مثلا هتوصل لمرحله لازم يحصل ايه؟ تصحيح ليها عكس الاتجاه، لان السوق ما بيمشيش في خط مستقيم، بيمشي في زجزاج بالشكل ده. احنا مهمتنا بقى في التحليل الفني اللي هنتعرف عليه في المحاضرات الجايه ان احدد هو نهايه الاتجاه فين اللي ممكن يبدا يصحح منه. الكلام ده كمحلل كلاسيكي مش هضحك عليك هتقدر تتوقع الانعكاس بنسبه 50%. ممكن لما تدرس الهارمونيك توصل لمرحله 65 70%، لما تدرس اليوت ممكن تتوقع الانعكاس بنسبه فوق 90% بالترتيب كده. طيب قاعده ثانيه من داو بيقول ايه؟ المؤشرات العامه تحسب كل شيء. إيه هي ايه المؤشرات العامه؟ المؤشرات العامه اللي زي في الاسواق كده مثلا تاسي، مؤشر السوق السعودي، مؤشر العام اي جي اف 30 واي جي اكس 70 في السوق المصري. يعني ايه المؤشرات؟ زي مثلا في العملات الدولار اندكس، اليورو اندكس، تمام، الاندكسات عموما تحسم كل شيء. يعني ايه؟ يعني هي اللي بتحدد لك الاتجاه، مش الفرعيات اللي بتحدد الاتجاه. يعني ايه؟ خد المثال ده، هنا في الفترة دي كان المؤشر العام للسوق هابط، وبيقابلها في نفس الفترة أحد الأسهم داخل السوق صاعد. مين هيحترم مين؟ بالتأكيد السهم هو اللي هيحترم الاتجاه العام للسوق. وإيه اللي حصل في السهم؟ هو اللي هبط مع السوق، مش السوق هو اللي صعد مع السهم. وبالتالي هيكون مهم جدا وانت عايز مثلا تتعامل مع زوج اليورو دولار، وانت بتحلل اليورو دولار لازم تبص على الدولار اندكس واليورو اندكس. دولار اندكس اللي هو حركة الدولار امام سلة العملات الرئيسية اللي هي امام اهم خمس عملات في العالم. انا مش عارف بقى ستة ولا لا، اعتقد ان هم ضافوا عليها اللي هو اليوان الصيني. المهم ان هو حركة الدولار امام سلة العملات. على فكرة في عندنا دولار اندكس موجودين، هتلاقيهم في منصات التداول. في واحد اللي هو المشهور قوي موجود في معظم المنصات اللي هو الدولار امام معظم، تعالوا نشوفه مع بعض كده، امام سلة العملات. وفي دولار اندكس تاني اللي هو الدولار امام جميع العملات اللي في العالم، هتلاقيهم مختلفين عن بعض تماما. تعال انا هوريك شكل الدولار اندكس اللي هو امام سلة العملات. اعتقد هو ده. تمام. طيب ده شكل الدولار اندكس. اللي عايز اقوله ايه؟ هفترض ان انت عندك الدولار اندكس واخد اتجاه صاعد مثلا بالشكل ده، تمام، وجيت في منطقه معينه والسعر اللي هو واخد اتجاه صاعد، انت عايز تشتغل في اليورو، في اليورو دولار. ما هو معنى الدولار اندكس صاعد يعني الدولار صاعد، يعني معنى كده اليورو كان بيهبط في المرحله دي. فلقيت الدولار اندكس الاتجاه صاعد، وجيت في وقت معين لقيت ان اليورو بيصعد امام الدولار. في النهايه هيحصل ايه؟ هيحصل ان الصعود بتاع اليورو امام الدولار ده هيبقى مؤقت، وان اليورو هيرجع يهبط مرة اخرى امام الدولار. ده المقصود بانك تقارب ما بين اداء المؤشر العام وما بين العملة او الزوج اللي انت عايز تحلله، تمام. يعني مثلا هنفترض ان انت جيت النهاردة كده
ولقيت ان الدولار اندكس بيتحرك في منطقه سايد واي مثلا، تمام؟ بغض النظر عن شكل حركه اليورو ايه؟ اليورو دولار، زوج اليورو دولار، الا هنفترض انه راح الدولار اندكس هبط للحد الصفر المنطقه السايد واي دي، وكان اليورو طبعا بيصعد اليورو دولار. بالرغم انك ممكن تكون ما خدتش اشاره من اليورو انك تقفل الشراء، الا ان الدولار اندكس نفسه لما يوصل للمنطقه دي اللي هي منطقه دعم زي ما بنسميها، هتبدا تخفف او ممكن تقفل خالص صفقه الشراء بتاعه اليورو امام الدولار. طيب يبقى ده الجزء الخاص بالمؤشرات العامه، سواء بالنسبه للاسهم او سواء بالنسبه للعملات. احنا نعمل تريدنج حسب الفترات الزمنيه. في عندنا حاجه اسمها شورت تيرم، دي الفتره الزمنيه بتاعت الترند. شورت تيرم دي بتستمر من ايام الى 3 اسابيع. في الميديم تيرم اللي هو المدى المتوسط من 3 اسابيع الى 9 اشهر، وفي المدى الطويل اللي بيستمر لعده سنوات اللي هو لونج تيرم. طبعا احنا عشان احنا ولا احنا مؤسسات ولا احنا بنوك، فاحنا اللي بيهمنا الشورت تيرم. انا عايز ادخل واكسب في خلال ايام لاسابيع. انا احنا ناس افراد مدربين على قد حالنا، مش داخلين السوق علشان نقعد سنوات واشهر. زي المؤسسات والبنوك، وبالتالي عشان كده احنا قلنا ان احنا عاملين استراتيجيه خاصه لتحديد الاتجاه الشورت تيرم عشان هي دي اللي فينا في التريدنج. لكن بالرغم من كده، زي ما هقول لك كده في نهاية المحاضرة، انك حتى لو انت بتتاجر على فريم الساعة شغال انتراداي كمان مش شورت تيرم، لازم هتكون محلل اللونج تيرم والميديم تيرم، وهوريك الكلام ده في نهاية المحاضرة ازاي ويعني ايه. ايضا الاتجاه عشان نبقى عارفين دايما، بيبدا بمرحله تجميع ثم مرحله مشاركه عامه اللي هي بتبقى اقوى جزء في الاتجاه ثم مرحله تصريف. احنا مهمتنا بقى هنا في التحليل الفني ان احنا نكتشف منطقه التجميع اللي في البدايه عشان ندخل في افضل منطقه، ما ننتظرش التأكيد ان انا ابدأ ادخل في منطقة التجميع دي. مهمتنا عشان ابدأ ادخل بدري بافضل في افضل اسعار وفي افضل منطقة، وفي نفس الوقت مهمتنا ان احنا نكتشف منطقة نهاية الاتجاه اللي هي منطقة التصريف علشان نقدر نخرج او نبدأ ناخد بوزيشن في الاتجاه المعاكس في افضل مناطق. ومهمتنا ايضا في خلال مرحله المشاركه ان انا ابقى متاكد ان الاتجاه مستمر، وايه هي المناطق افضل مناطق اللي هعمل بيها تريدنج عشان افضل شغال مع نفس الاتجاه سواء كان صاعد او كان هابط. هنلاحظ ان الاتجاه الثلاث مراحل بتوع اللي اتكلمنا عنهم بيكون ليهم شكل مرتبط بزاويه ميل الاتجاه. ازاي؟ بص، تلاقي الاتجاه يبدا اللي هي مرحله اللي سميناها تجميع دي بزاويه ميل ضعيفه نوعا ما، 45 درجه او اقل يعني. اول ما يبدا الاتجاه بقى مرحله المشاركه عامه لما اللي هي اقوى جزء في الاتجاه يبدا يغير زاويه ميله لاكثر حده، تبقى حوالين ال 60 درجة مثلا أو أعلى شوية. طيب، في طريقتين بقى لنهاية الاتجاه.
اتجاه، ودي ليها نماذج هندرسها مع بعض في المحاضرات الجايه. في منها نماذج معروفه، في نماذج مش معروفه بالنسبه لها. اول طريقه لهذا الاتجاه انك تبص تلاقي فجاه بعد ما اتحركت فتره طويله الاتجاه بدا ياخد شكل شبه راسي. شكل الشبه الراسي ده في نهايه الاتجاه اعرف ان الاتجاه بينهي خلاص. دي ليها نماذج محدده هندرسها مع بعض ان شاء الله. الطريقه الثانيه لنهايه الاتجاه هتلاقي ان الجزء الاخير بتاع التصليب رجع ياخد زاويه ميل ضعيفه مره اخرى، ودي بتبقى اشاره لنهايه الاتجاه، وايضا ليها نماذج هندرسها مع بعض وهنتعرف عليها. نقطة مهمة جدا ان المؤشرات بتأكد بعضها البعض. ايه هي المؤشرات؟ الاندكسات اللي اتكلمنا عليها. مثلا هنا مثال ده من السوق المصري، اي جي اكس 30 واي جي اكس 70. اي جي اكس 30 هنا عمل قمة اعلى من قمة في نفس التوقيت، اي جي اكس 70 ما عملش كونفرميشن، ما عملش تأكيد، عمل قمة اقل من قمة، هنا ما اكدوش بعض المؤشرات، فدي كانت اشارة لايه؟ للهبوط. طالما في واحد ما اكدش الصعود يبقى خلاص هبوط، وفعلا الاثنين هبطوا. نفس الحكايه وانت شغال في العملات، لو انت شغال بالنوعين بتوع الدولار اندكس ولقيت الاثنين مش مأكدين بعض بنفس الاشاره، دي بتبقى اشاره ضعف ان هما الاثنين هيعكسوا. او اليورو اندكس والدولار اندكس الاثنين مش مأكدين بنفس الاشاره، يبقى في انعكاس هيحصل. اذا المؤشرات دايما بتاكد بعضها، ودي نقطه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها وانت بتحلل. ليه؟ لان العمله اللي انت بتحللها هي جزء من سوق كبير، وبالتالي هي هتتبع السوق الكبير، وبالتالي لازم دايما تاخد بالك من الاكبر. احجام التداول ده شيء في منتهى الخطوره، ويهم اكثر الناس اللي شغاله اسهم. ثواني يا جماعه. احجام التداول او الفوليوم، في الحقيقه الفوليوم ده في اس اي او الفوليوم سبريد اناليسيس ده علم قائم بحد ذاته وعلم خطير جدا. مش انت عارف اغلى كورسات في العالم هي الكورسات الخاصه بتحليل احجام التداول. تعالى كده ناخد بس ايه نبذه بسيطه عنه هنا، ايه اهميته فين؟ اتكلم عليه في حاجات كده جزئيات اللي هي الواضحه اصلا. اول حاجه لو انت بتتحرك في اي اتجاه خصوصا الصاعد يجب تاكيده باحجام التداول. بمعنى لو انت في اتجاه صاعد لازم يكون في زياده في احجام التداول. الحاله اللي وصلت دي لو تاخد بالك انه في اتجاه صاعد لكن احجام التداول بيحصل فيها ايه؟ بتقل، فدي اشاره لضعف الاتجاه، وده فعلا اللي حصل، الانهيار اللي انت شايفه ده. في استخدامات اخرى لاحجام التداول هنتكلم عليها بعدين، ايضا استخدامات مهمه. تعال نشوف ده قرب لنا الاتجاه الصاعد ازاي. طول ما انت بتعمل قمه اعلى من قمه وقاع اعلى من قاع فانت في اتجاه صاعد. طيب انا بقى ان شاء الله مهمتنا مع بعض ان انا وانا داخل الاتجاه الصاعد ده احدد افضل النقط اللي ادخل فيها مع هذا الاتجاه الصاعد الى ان اصل مرحله ان انا احدد ان هذا الاتجاه بينتهي بالفعل. نفس الحكايه، طول ما انت بتعمل قاع اقل من قاع وقمه اقل من قمه فانت في اتجاه هابط.
طبعا طول ما انت داخل اتجاه زي ما اتفقنا هنفضل محترمينه الى ان يتم الانعكاس. الانعكاس ده بيبقى ازاي وشروطه ايه؟ ده اللي هنتعلمه مع بعض ان شاء الله. اهم نقطة انا عندي هنا ده اتجاه هبوط. طيب وده خط الاتجاه الهابط اللي طول ما انا بتحرك تحته فانا داخل الاتجاه الى ان تم اختراقه، يبقى المفروض ان هذا الاتجاه انتهى. تمام؟ طيب جميل قوي. هو هنا تم اختراق الاتجاه الا انه ما تاكدش الانعكاس، الانعكاس دايما عشان تعكس الاتجاه بتاعك يجب انك يتم كسر او اختراق اخر نقطه تلامس مع خط الاتجاه اللي هو المستوى ده. يعني الاتجاه ده كله الكسر ده لحد دلوقتي ما اكدش انه عاكس، ممكن يرجع ينزل تاني. لازم يتم ايه؟ اختراق. خد بالك لما نقول اختراق يعني الاتجاه لاعلى، لما اقول كلمه كسر يبقى ايه؟ لاسفل. يبقى يجب ان يتم اختراق هذه المقاومه. زي ما قلنا اخو مبتدئين هنعرف كمان شويه يعني ايه مقاومه، علشان اقول ان انا عكست الاتجاه. يعني مثلا هقول لك مثال صغير. ده مثلا الدولار ين، وده هنفترض ان ده خط الاتجاه الصاعد، هنفترض مثلا يعني. تمام؟ طيب اللي قصادنا ده ايه؟ انه كسر خط الترند اللي احنا رسمينه. تمام؟ وبالرغم من كده حتى الان لم يتاكد انه عكس الاتجاه. ليه؟ لانه لازم يكسر المستوى الافقي ده اللي هو اخر نقطه تلامس مع الترند ده اللي هو متوقف عنده حاليا، ولازم يكسره كسر حقيقي. هنعرف النهارده يعني ايه كسر حقيقي ويعني ايه كسر كاذب. يبقى ابسط حاجه كده دايما لما بيتكسر ترند وبدخل تريده مع كسر الترند بيكون اقصى هدف ليا هو المنطقه دي، سواء كنت بتبيع او العكس بتشتري، الى ان يتم كسرها كسر حي. لانه لحد دلوقتي ما نقولش، ما اقدرش اقول لك انه عكس الاتجاه ولا كسر ترند. تمام؟ خصوصا ان احنا احيانا بنرسم الترند او خط الاتجاه بشكل غير سليم. خط الاتجاه ليه اكتر من طريقة، هنتعلم مع بعض ازاي نرسمه. ملوش طريقة واحدة، ليه أكتر من طريقة يترسم بيها خط الاتجاه. وعادة هنتعلم مع بعض ازاي أرسم الاتجاه بأكتر من طريقة، لأن هتلاقي الشرط بيحترم واحد فيهم. أنت ممكن ترسم بطريقة وتلاقي الشرط مش بيحترمه تماما. يبقى ده تأكيد كسر الاتجاه هيكون بالشكل اللي أنا قلت لك عليه. تعالى بقى نشوف ايه شكل الاتجاه ده على الشرط بيبقى عامل ازاي. وليه
لازم احدد شكل الاتجاه على الشرق. اتجاه ليه ثلاث اشكال. اول شكل بسميه شانلز او قنوات السعريه، اللي هو عباره بيبقى عن خطين متوازيين تماما والسعر بيتحرك ما بينهم سواء صاعد او اتجاه هابط. دي قناه سعريه او شانل، زي القناه السعريه دي مثلا، دي كده قناه سعريه منتظمه. الشكل الثاني من اشكال الاتجاه اللي بنسميه الويدج او الوتد، وتد صاعد رايزنج ويدج او وتد هابط فولينج ويدج، اللي هو بيكون الحدين العلوي والسفلي بيقربوا من بعض، مش زي القناه السعريه المنتظمه بيكونوا متوازيين. وتد زي الحاله دي، ده اسمه وتد هابط، وده من النماذج الخطيره اللي هنتعلم نتعامل معاها ازاي. في ناس عايشه في التريدنج في السوق على الاستراتيجيه بتاعت الاوتاد، بتستنى الاوتاد عشان تشتغل عليها بس، ما تشتغلش غير الاوتاد. دي ان شاء الله من الحاجات القويه اللي هنتعلم نتعامل معاها ازاي بشكل احترافي، سواء وتد هابط او سواء وتد صاعد، يعني مثلا زي الوتد ده اللي كان موجود في نهاية الاتجاه الصاعد لليورو. النوع الثالث وهو وتد ايضا ولكنه متسع اكسباندد، الدولارين بيبعدوا عن بعض سواء هابط او صاعد، زي الوتد المشهور جدا اللي كان موجود في الدولار الكندي. احنا كل اللي عملناه ان احنا وصلنا القاعان ببعضها، رسمنا الحد السفلي، وصلنا القمم ببعضها، رسمنا الحد العلوي، شكل لي نموذج وتد متسع صعب. طيب هو ايه اهميه بقى ان انا احدد نوع النموذج اللي انا بتحرك فيه الاتجاه، اذا كان قناه سعريه او وتد متقارب او متباعد؟ انت هتقول لي ما كفايه ان انا اعرف ان انا اذا كنت في اتجاه صاعد او هابط. تعال هقول لك ليه ببساطه، بس اشوف الاول. طيب بص يا سيدي، في حد عنده مشاكل في الصوت يا شباب؟ في حد تاني عنده مشاكل في الصوت غير بن صالح؟ طب الصوت تمام. اوكي. قرب شوية. مين فتح الصوت يا شباب؟ مفيش مشاكل يا أخي. مفيش مشاكل يا طيب. اوكي. تعالوا نكمل مع بعض، بس يا ريت يا جماعة اللي فتح المايك عنده يقفله. يا ريت لو في أدمن في الروم يشوف الصوت مفتوح عند مين يقفله يا جماعة عشان نعرف الشغل. اوكي. طيب نكمل. تعال نشوف هو ايه أهمية إن أعرف شكل الاتجاه. هنفترض إن أنا وأنت اتفقنا إن الزوج ده دولار كندي في اتجاه صاعد.
هو بيتحرك في اتجاه صعب، يا اما قمة أعلى من قمة قاع أعلى من قاع. وبالتالي إحنا الاتنين قررنا إن إحنا نشتري في الزوج. جيت أنا ما كنتش راسم شكل الاتجاه. ورحت قايل إيه؟ أشتري. رحت دخلت اشتريت عند المستوى ده. واتجاه صعب. اشتريت. جيت أنت كنت أنصح مني أنت كنت راسم شكل الاتجاه. الشكل ده. فأنت عرفت إنه بيتحرك داخل نموذج وتد متسع صاعد، وبالتالي هيفضل طالع نازل ما بين الحدين العلوي والسفلي، فأنت قررت إنك تنتظر لما ينزل للحد السفلي تشتري. اللي حصل إن إحنا بالرغم إن إحنا الاتنين داخلين في نفس الاتجاه شراء، إلا إن أنا خسرت فلوسي كلها في الحركة دي، وأنت كسبت وكملت وحققت الهدف بتاعك عند نفس الحد العلوي بتاع النموذج اللي احنا رسمناه. وبالتالي يبقى من المهم جدا ان احنا نرسم او نبقى عارفين شكل الاتجاه اللي احنا بنتحرك فيه. في الحقيقه النقطه دي بالتحديد اللي هي بدايه رسم القناه السعريه، او سواء كانت وتد او قناه سعريه، او بدايه رسم الاتجاه عموما، هي من اكبر المشاكل اللي بتواجه الناس المبتدئين. وعشان كده دي هنتكلم فيها بالتفصيل الممل بعد كده. هنعرف الناس ازاي تبدا ترسم الاتجاه من بدايته، وازاي تتحرك معاه، لان الاتجاه ممكن يتغير كذا مره. لان زي ما قلت لك من شويه ان الاتجاه ممكن يعمل كده، ياخد زاويه ميل كده، وبعدين يرجع ياخد زاويه ميل كده، وبعدين يرجع ياخد زاويه من ثالثه، ايا كان هيبقى شكلها ايه. هنتعلم ازاي نتحرك مع تغيير زوايا الميل ان شاء الله عشان نقدر نستفيد بشكل اكتر. غير ان في نقطه انا عايز اقولها لك بالمره قبل ما انسى. احيانا بيبقى فيه شرط انت مش عارف ترسم له خط اتجاه، ولا عارف ترسم له شكل محدد للاتجاه، ولا قناة سعرية ولا غيره. زي كده ده كده الشرط اللي وصلنا ده، شايفين كان ماشي زي افقي، وبعدين طلع راسي، وبعدين بعد حرك عرضي وبعدين راسي. هنا انا مش قادر ارسم اي شكل، مش قادر ارسم له اتجاه محدد، مش قادر ارسم له قناة سعرية ولا ويج ولا غيره. في الحالات اللي زي دي وخصوصا على الفريمات الكبيرة بنلجأ لحاجة اسمها بنغير مقياس الرسم الرأسي على السعر ده. المقياس الرسم العادي ده اللي هو اسمه أريثماتيك أو حسابي، هو ده اللي قصادنا. ده بيبقى عبارة عن إيه؟ افترض السعر مثلا كان 100 دولار، لو سعره اتغير دولار هو هيتحرك بمقدار دولار واحد، ولو السعر 10 دولار، لو السعر اتغير دولار برضه مش هيتحرك غير دولار واحد. فبنلجأ لحاجة اسمها السيمي لوج، اللي بنسميه النصف لوغاريتمي. بص الشكل اللي حصل بقى، اتغير تماما. قدرت ارسم قناة سعرية منتظمة واضحة اقدر اعمل عليها تريدنج. ايه الحكاية؟ السيمي لوج ده عبارة عن ايه؟ ببساطة ان هو المحور الرأسي هنا ما بقاش يتغير بنفس الطريقة البسيطة بتاعت المقياس الحسابي، لا، بيتغير بمقدار نسبة الحركة. يعني ايه؟ يعني لو كان السعر 10 دولار وتحرك دولار، مقياس الرسم هيتحرك 10%، ولو كان السعر 100 دولار وتحرك دولار، مقياس الرسم هيتحرك 1% فقط، وبالتالي هتلاقي الشكل مختلف تماما. كده حبيت اوضح لك دي، لان في كتير من الحالات هتبقى مش قادر ترسم شانل منتظمه او قناه سعريه منتظمه، فدي هتفيدك بشكل كبير. طيب.
مهم جدا دايما ان اي نموذج انت بتتعامل معاه سواء كان نموذج اتجاه زي الثلاث اشكال اللي شفناها او كان اي نموذج من نماذج السايد واي اللي هندرسها، ان اي نموذج هو جزء من نموذج اكبر منه، وهو بحد ذاته بيحتوي داخله على مجموعه من النماذج الاصغر منه. اهميه الكلام ده في انك لما هتيجي تعمل تريدنج على الفريمات الصغيره مثلا، افترض ناخد كده الجزء ده لكن تمام، لا مش عندنا هنا ما شاء الله. طيب خلينا هنا افترض مثلا انت بتتحرك في خلاص عليا بالشكل ده الفريم الكبير تمام، وجيت تعمل تريدنج في المنطقة دي على فريم الساعة، وهو أصلا النموذج اللي أنت رسمه كان على فريم الديلي. أنت جيت دلوقتي تعمل تريدنج هنا على فريم الساعة، إن أنت قررت إن أنت تشتري بعد اختراق المقاومة دي تمام؟ طيب هنا بالرغم إن أنت داخل على فريم الساعة، لكن يجب ان تحترم النموذج الاكبر اللي هو النموذج بتاع فريم الديل اللي انت رسمه، اللي هيمثل لك هنا ايه مقاومه، اللي هي المنطقه اللي المفروض ان انت تعمل حسابك وتبدا تجني ربحها عندك، لان انت طالما داخل على فريم صغير يبقى انت هتعمل ايه، لازم تكتفي بربح قليل في حدود المقاومه او الدعم اللي هيقابلك من مين، من الفريم الكبير. يبقى دايما لو انا دخلت على اي فريم، لو انا حتى دخلت على الديلي نفسه، اروح ادور على الويكلي، ما انا يمكن جزء من نموذج اكبر على الويكلي اشوف حدوده فين عشان اعرف المنطقه دي هقفل فيها صفقتي، او على الاقل ما افتحش فيها صفقه في نفس الاتجاه غير لمبه يصحح منها. الاتجاه مهم جدا لما تيجي تتعامل مع الاتجاه، انك تحدد قوته، تعرف الاتجاه ده قوي ولا ضعيف لسببين. اولا عشان تتاجر في نفس الاتجاه وانت مطمن، ثانيا عشان لو الاتجاه اتكسر تدخل عكس الاتجاه بقلب جامد، لان الاتجاهات القويه كسرها مش بالساهل، مش امر هين، ما بيتكسرش بسهوله. فلما بيتكسر اعرف ان في حدث قوي بيعكس الاتجاه بالفعل يعني، وبالتالي لازم تكون محدد قوه الاتجاه. يعني اول حاجه عندنا كنا اتكلمنا فيها زاويه ميل الاتجاه نفسها، كل ما كانت معتدله كل ما كانت الاتجاه قوي. عدد نقط التلامس مع خط الاتجاه، كل ما زادت عدد نقط التلامس كل ما كان الاتجاه اقوى. الفتره الزمنيه للاتجاه، الاتجاه اللي بيستمر سنوات اقوى من الاتجاه اللي بيستمر اشهر، اقوى من الاتجاه اللي بيستمر ايام او ساعات. كل ما زادت الفترة الزمنية للاتجاه كل ما زادت قوته. علشان كده كان في المثال اللي احنا جايبينه من شوية بتاع الدولار ين، تاخد بالك الفريم ده ويكلي اللي انا جايبه، والترند ده استمر سنوات على ما اعتقد، يعني من 2012 تقريبا، يعني بقاله حوالي 3 4 سنين تمام. وبالتالي ترند زي ده لما يتكسر، اولا لازم تستفيد اولا من الكسر، لان حكايه الكسر الترند دي لازم تستفيد منها بانك تعمل تريده، ولكن زي ما قلت لك في حدود ايه؟ اول دعم هيقابلك هنا. ولكن تاكيد الكسر نفسه بقى بكسر الدعم ده هنا، يبقى انت كده بدات تاخد ايه؟ اتجاه قوي عكسي، يبقى هنا هكون نقطه بيع
قويه. ليه؟ لان الدجاج اصلا كان قوي واستمر لفتره طويله. طبعا لما بكون بشتغل على فريم الساعه، خد بالك، او فريم النص ساعه او الكلام ده، الذبذبه بتبقى عاليه جدا، وبالتالي كسر الترندات على الفريمات الصغيره كتير بيكون كسر كاذب او بيضحك عليا. تمام؟ يعني مثلا لما انزل كده على فريم الساعه لازم ابقى حريص جدا لو انا بتحرك على فريم صغير زي كده. يعني انا عندي الفريم ده كسر على فريم الساعه، بس ايه اللي حصل؟ رجع كمل تاني. وبالتالي ابقى حريص جدا لو انا بعمل تريدنج على فريم الساعه، لو انا في منطقه زي دي وخدت بيع بعد الكسر الترند ده، لازم اكون حاطط ستوب فوق القمه وكمان حاطط امر شراء. خد بالك، احنا اللي هندرسه كله كل نماذج هندرسها هيكون ليها ستوب لوس، منطقه ستوب، ولكن الهدف منها مش بس ايقاف الخسائر، لا، احنا الستوب لوس هنحطه مع بعض في المنطقه اللي تدخلني في عكس الاتجاه، بمعنى انك تكون فعلا اتاكدت الاتجاه عكس، بمعنى انك بس مش هتحط ستوب وتخسر وتقعد تتفرج، لا، ده انت هتحط ستوب وهتحط امر شراء فوقيه كمان، او امر بيع لو الاتجاه بالعكس. ده هيكون كل النماذج اللي هتدرسها بالشكل ده. يعني الستوب مش بس هيتضرب، لا، هنعوض الخساره اللي بتتضرب في الستوب لا قدر الله. الانعكاس بقى، انا اتفقنا ان لو انا في ترند زي ده عشان ااكد الانعكاس لازم يتكسر المستوى ده. ده وحدد قوة الانعكاس، قال ان في نوع من الانعكاس اسمه انعكاس قوي وفي انعكاس ضعيف. الانعكاس القوي بيكون بالشكل ده، انك بعد ما بتكسر خط الاتجاه بتروح كاسر اول مستوى افقي مباشرة ويتحول لمقاومة، ده يعني اسمه انعكاس قوي. انعكاس قوي يعني هيكون في هبوط قوي او صعود قوي لو الكسر في الاتجاه العكسي. الانعكاس الضعيف بيحصل فيه ايه؟ ده مثال الاول للانعكاس القوي. ده كان خط الاتجاه الهابط، دي اخر نقطه تلامس. السعر بعد تم اختراق الاتجاه الهابط اخترق المستوى الافقي الاول مباشره وتحول الى دعم، ده انعكاس قوي، وبالتالي حصل صعود قوي بعد اختراق مباشر الاول مقاومه افقيه. الانعكاس الضعيف بيحصل ايه بقى؟ بعد كسر الترند الصاعد او الهابط او الاتجاه بالعكس، يريح شويه، يرتد شويه من عند اول مستوى دعم، وبعدين يرجع يكسر. هو ده انعكاس، وعندنا نماذج فنيه انعكاسيه بالشكل ده، الا ان هذا النوع من الانعكاس بيكون اضعف. يعني زي المثال ده، كان اتجاه صاعد اتكسر، وصل لاول مستوى افقي، ارتد منه شويه، رجع بعد ما كسره وراح جاي راجع مكمل صعود تاني، ده كان انعكاس ضعيف شويه. دعم المقاومه، كلمه دعم يعني هي المنطقه اللي بتلاقي مشتري والسعر بيصعد. كلمه مقاومه هي المنطقه اللي بتواجه بياع والسعر بيهبط منها. قبل ما اكمل معاك النقطه دي، انا هدي لك بريك 5 أو 10 دقائق كده ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. السلام عليكم. الصوت والصورة واصلين يا شباب؟ تمام. طيب نكمل مع بعض. تعالى نتكلم عن الدعوم والمقاومة، وعرفنا إن الدعم هي المناطق اللي بيتواجد عندها المشتري وبيصعد بالسعر، والمقاومات هي
المناطق اللي بيتواجد عندها البياع بيهبط منها السعر. فالحقيقه احنا في الكورس بتاعنا هنتعرف على حوالي 6 أو 7 انواع من الدعوم والمقاومات، منها اللي بيكون ظاهر على الشارت امامي، ومنها اللي بيكون موجود على الشارت ولكنه غير ظاهر، ومنها اللي مش موجود على الشارت اصلا. وهنعرف مع بعض ازاي كل ما هيتجمع اكبر عدد من انواع دعوم المقاومات في منطقة واحدة بتزيد قوة الدعم او المقاومة، بتكون فرصة ممتازة للشراء او للبيع. تعالوا نتعرف على دعوم المقاومات الاساسية اللي هي بنسميها الافقية او دعوم المقاومات السعرية، اللي هي موجودة امامنا على الشارت، ما بتختفيش ما بتتغيرش ابدا، ثابتة طول العمر. زي ما احنا شايفين اي منطقة مقاومة زي اللي عليها الاسهم الحمراء دي هي المناطق اللي بيهبط منها السعر اللي بتجد بيع. اي منطقة عند الاسهم الخضراء دي اللي هي بنسميها الدعوم، اللي بتجد مشتري اللي بيصعد منها السعر. عندنا قاعدة مهمة جدا، ان اي مقاومة زي دي بيتم اختراقها لاعلى بتتحول الى دعم. ده في حالة الاتجاه الصاعد الحقيقي المستمر. وبالتالي من ابسط استراتيجيات التداول انك تستغل المناطق اللي بنسميها مناطق الريتست او اعادة الاختبار، ان السعر راجع يعيد الاختبار منطقة المقاومة اللي اخترقها عشان تشتري منها. زي المنطقة دي، زي المقاومة دي بعد ما تم اختراقها اتحولت الى دعم، كانت منطقة شراء. المقاومة دي تم اختراقها اتحولت الى دعم، منطقة شراء. نفس الكلام بالنسبة لاتجاه الهبوط. بس في حاجة مهمة دايما نحطها في اعتبارنا وما ننساهاش ابدا، ايه هي؟ الاتجاه الصاعد لا يعترف بالمقاومات، يعني المقاومات اللي بتقابلني في الاتجاه الصاعد هي مجرد فرصة للتريدة سريعة عكس الاتجاه فقط، وليست التريدنج الاساسي بتاعي. في الاتجاه الصاعد التريدنج الاساسي بتاعي هو ايه؟ الشراء، وبالتالي بنتظر مناطق الشراء في التصحيحات اللي زي دي علشان ادخل مرة اخرى مع الاتجاه الصاعد. وبالتالي لما بكون في اتجاه صاعد، يعني التريدنج الاساسي الشراء، يبقى الكميات الكبيرة اللي هدخل بيها هتكون في الشراء فقط. لكن لما اجي عند مناطق مقاومات عكس الاتجاه الصاعد، لما اجي اعمل تريدنج عكس الاتجاه هتكون بكميات قليلة جدا، وبكون حريص جدا، لان طالما انت بتتحرك عكس الاتجاه وارد جدا ان السعر يعكس تاني ويكمل الاتجاه مره واحده وانت مش واخد بالك. يبقى هنتفق مع بعض دايما التريدنج بتاعنا هيكون في نفس الاتجاه، اما عكس الاتجاه فدي هيكون ليه معايير واسس هنتعلمها مع بعض ان شاء الله، ومش في اي وقت ومش في اي مكان. دي دعوم المقاومات السعرية أو الأفقية. عندنا نوع آخر من دعوم المقاومات اللي بنسميها المائلة، اللي هي خطوط الترند أو خطوط الاتجاه نفسها بتمثل لي دعوم أو مقاومات زي الحالة اللي قصادنا. الحد العلوي لنموذج الوتد المتسع الصاعد كان بيمثل إيه؟ مناطق مقاومات، مناطق بيع بترجعني للحد السفلي كل مرة. الحد السفلي للنموذج خط الترند ده هو نفسه بيمثل لي مناطق دعوم، مناطق الشراء بترجعني للحد العلوي مرة أخرى. ده النوع الثاني من أنواع الدعوم المقاومات. اتفقنا كل ما تجمع أكبر عدد من أنواع دعوم المقاومات في منطقة واحدة كل ما هتزيد قوتها. زي المنطقة دي كانت مشتركة ما بين دعم أفقي
وبين دعم خط الترند. اذا ازدادت قوه هذا الدعم وبالتالي اقدر اشتري وانا مطمن اكتر. زي ما اتفقنا لسه في حوالي اربع خمس انواع تانيين من دعم المقاومات هنتعرف عليهم بالترتيب في خلال الكورس بتاعنا ان شاء الله. عشان كده انت لما بتيجي تحلل شارت لاول مره اول حاجه بتعملها ايه؟ تعالى مثلا انا هعتبر ان انا هحلل اليورو دولار لاول مره، عايز اشتغل دلوقتي في اليورو دولار، هعمل ايه؟ اول حاجه هعمل حاجه ملهاش اي علاقه باللي انا هعمله دلوقتي. ان انا هروح على الفريم الويكلي او الفريم الشهري واجيب تاريخ الشارت كله من اوله لاخره كده، واحدد الدعوم المقاومات اللي بنسميها التاريخيه اللي هي الحاجات الاساسيه او دعوم المقاومات الاساسيه اللي المفروض ان انا هفضل حاططها على الشارت. يعني دي كده كانت منطقة دعم تم كسرها اتحولت لمقاومة، دي منطقة دعم تاريخية فرجع حاططها كده على الشارت وسايبها. مثلا هنفترض انه كمل صعود الراجل، دي منطقة مقاومة تاريخية مثلا، كويس. المنطقة دي منطقة دعم تاريخية، حطيت الخط ده وسبت الشرط كده زي ما هو، خلاص حددت مناطق دعم مقاومات مهمة، جيت رسمت كده النموذج اللي بيتحرك فيه اللي هو ده، طلع لي القناة السعرية الهابطة دي، طبعا كل ده على اللونج تيرم. كل ده ملوش علاقه بتحليلي دلوقتي؟ لا، ليه علاقه وهنشوف ازاي. اذا دي منطقه دعم خط مائل تاريخيا مشتركه مع منطقه دعم افقي تاريخيا، يبقى منطقه دعم مهمه. خلاص كده خلصت، حطيت دول على الشارت، اروح احلل بقى على اي فريم زي ما انا عايز، على فريم الساعه، على فريم الاربع ساعات زي ما انا عايز. طب الكلام ده كان لازمته ايه؟ اللي انا عملته ده، يعني كل الخطوط دي لازمتها ايه اللي انا عملتها دي؟ ببساطه انا مثلا كنت حاطط الخط الازرق ده كمنطقه مقاومه تاريخيه، وجيت اعمل تريدنج على فريم الساعه، شوف فريم صغير جدا، ودخلت مع الترند ده، لكن كانت حدودي لحد المقاومة التاريخية اللي أنا عاملها دي على الشهري أو الويكلي، وقفت لحد هنا بقى. مش بس ده، أنا هشد منطقة بيع كمان. ليه؟ لأن دايما الصغير هيحترم الكبير، يبقى الكبير هو اللي هيكون مسيطر، وبالفعل بدأ يعكس. هنفترض إن أنا أخدت بيع مع الاتجاه الهابط ده، حدودي كانت لفين؟ شايفين الخط المايل الاحمر ده جاي منين؟ ده جاي من على الويكلي خط ترند الهابط من فوق ده، وفي نفس الوقت الخط الافق ده، يعني المنطقه دي كلها كانت منطقه دعوم تاريخيه، بالرغم ان انا كنت داخل بيع في الحته الصغيره اللي باينه دي على فريم الساعه، لكن كانت حدودي فين؟ عند الدعوم او المقاومات التاريخيه. يبقى اول حاجه هعملها لما اجي احدد شارت هحط المقاومات والدعوم التاريخيه سواء الثابته او المتحركه، وبعدين ابتدي اشتغل بقى بالطرق العاديه اللي هنتعلمها مع بعض بعد كده. نتكلم مع بعض بعد كده بحاجه اسمها الفجوات السعريه او الجابس او الجابات.
طبعا كلنا عارفين فجوات السعريه هي المساحات الفاضيه دي اللي بتشوفها ما بين الاسعار، يعني نشوف السعر قفل النهارده مثلا عند 1 دولار وفتح بكره عند 1.1 دولار، يعني عمل فجوه سعريه، مساحه فارغه. دي بتكون نتيجه دايما لاحداث مهمه بتخلي البياع او المشتري مستعجل ومسيطر بقوه، مفيش وقت فبيعمل الجاب ده. خد بالك في الفوركس بيظهر عندك جابات خصوصا في بدايه الاسبوع، الفريمات الصغيره ربع ساعه نص ساعه والساعه، الكلام ده كله ما بيهمناش، مش هو ده اللي يهمني. بيهمنا الفجوات السعريه اللي بتظهر على الديلي الويكلي او على الاقل 4 ساعات، واللي بتكون مرتبطه باحداث مهمه، هي دي المهمه بالنسبه لنا. في عندنا 3 انواع مهمين قوي من الجابات. اول جاب اللي بيبدا في بدايه الاتجاه اللي بنسميه جاب اختراق، يبدا في بدايه الاتجاه، هنا جاب اختراق بدا في بدايه الاتجاه الهابط. نوع تاني من الجابات بنسميه جاب استمراري، يجي في منتصف الاتجاه ويكمل الاتجاه. النوع الثالث من الجابات بيجي في نهايه الاتجاه وبعدين يعكس الاتجاه بعده مباشره. هنشوف صوره اوضح شويه. ده كده جاب اختراق، بالك من المساحه الفارغه دي، اللو بتاع الشمعه الخضراء دي اعلى من الهاي بتاع الشمعه الحمراء دي في مسافه فاضيه ما بينها، ده اسمه جاب اختراق. وده اسمه جاب اختراق ايضا بس المره دي كسر لاسفل. الجابات دي هي في حد ذاتها لما بتكون حقيقيه بتمثل مناطق دعوم او مقاومات زي كده في المنطقه دي. بعد ما تم الكسر الاسفل بفجوه سعريه عمل ايه؟ عمل حاجه بنسميها بالبلدي كده بيحاول يغطي الجاب. يغطي الجاب يعني ايه؟ يعني يرجع لنفس سعر الشمعه السابقه اللي قبل الجاب مباشره. في الجاب الحقيقي، الجاب ده لما بيكون حقيقي بيتحول لمقاومه، ما بيقدرش يغطي الجاب، بيفضل مفتوح ويرجع يكمل تحت تاني. هنا على طول بيديني اشاره لان انت اخذت اتجاه بالفعل، سواء هنا حاول يغطي او سواء بانه هنا صعد مباشره. الحالة دي في منتصف الترند جاب استمراري، فجوة سعرية سبت بعديها شمعتين ما قدرش يغطي الجاب وكمل هبوط، ده اسمه جاب استمراري، جاي في منتصف الترند بيكمل الاتجاه، يبقى انا كده بكمل الاتجاه بتاعي. جاب الانهاج بيحصل في ايه بقى زي الحالة دي؟ ان انا كنت في اتجاه صاعد، جاء قبل نهاية الاتجاه عمل فجوة سعرية، الا انه اللي بيحصل ايه؟ بيحصل بعدها حركة بسيطة ويرجع يكسرها مباشرة. المفروض ان الجاب ده يتحول لدعم، الا انه بيرجع يكسر الدعم ده مباشرة بتاعت الجاب، اذا هنا بيعكس الاتجاه والفعل عكس الاتجاه بالكامل. يبقى الفجوات السعرية عندنا هي هتكون نوع من انواع الدعوم او المقاومات. في فجوات ممكن تتغطى بسرعة، في فجوات ممكن تقعد اشهر او سنوات على ما يرجع يغطيها، في فجوات ما بتتغطاش خالص، ما بيقدرش يغطيها خالص فترات طويله جدا. يعني بنتكلم بقى في حاجه مهمه جدا ودي بتعتبر مشكله المشاكل بالنسبه لنا، وهي الكسر الحقيقي والكسر الكاذب. ايه هو الكسر الحقيقي؟ في نوعين من الكسر الحقيقي،
تعال نشوف النوع الاول. انا كان عندي هنا المستوى ده بيمثل لي دعم اهو، السعر ثابت فوقه مره واثنين وثلاثه، وجه في المره الرابعه كسره. الكسر ده عشان اقول عليه حقيقي لازم يحصل ايه؟ الحاله الاولى ان الشمعه اللي بتكسر الدعم تفتح فوق الدعم وتعمل اغلاق اسفله، ثم يتحول المستوى المكسور الى مقاومه لمده شمعتين على الاقل. يعني يقعد كده شمعتين على الاقل، يحاول تاني انه يرجع يعمل اغلاق فوق، ما يقدرش. ده كسر حقيقي. النوع التاني من الكسر الحقيقي اللي عليه علامه الصح ده، ان الكسر يتم بفجوه سعريه. ادي فجوه سعريه حصلت في المنطقه دي، حاول يغطي الفجوه لمده كام شمعه ما عرفش ورجع كمل، ده كسر حقيقي. اما الكسر الكاذب بيعمل ايه؟ بيعمل نفسه انه بيكسر او بيخترق الدعم او المقاومه بديل شمعه زي الشكل ده كده. ديل شمعه ويرجع يقفل تحت. هنا ثلاث شمعات عملوا ديول شموع فوق المقاومه، كل ده اختراق كاذب. هنا ديل شمعه عمل نفسه بيخترق المقاومه، كل ده اختراق كاذب. الكلام ده معناه ان الشمعة اللي بتكسر لازم انتظر الاغلاق بتاعها، لانها ممكن تضحك عليا وترجع تغلق في الاسفل. هتقول لي لو شمعة ديلي هستنى اليوم، اه هتستنى اليوم لحد ما يقفل. لو ويكلي هتستنى شمعة الاسبوع لحد ما تقفل. لو شهري هتستنى شمعة الشهر، لان كل ما زادت الفترة الزمنية الفريم الزمني اللي انت بتشتغل عليه، كل ما كان رد الفعل اقوى كل ما كان ربحك اقوى. والعكس صحيح، لو انت ضغطت غلط كل ما هتكون خسارتك اقوى. وبالتالي يبقى يجب اولا قبل ما انتظر اغلاق الشمعه ان احدد الفريم الزمني الصحيح اللي هشوف عليه الشمعه اللي بتكسر. بمعنى ما ينفعش ان انا يكون عندي نموذج واضح جدا على فريم الديلي مثلا زي كده، واروح ادور هنا على الاختراق على فريم الساعه. طب ما الساعه هيضحك عليا، هيعمل نفسه اختراق على هنا. او ان يكون مثلا النموذج بيتكون على الفريم الشهري، واروح ادور على الكسر على الفريم الديلي. لا، لازم ابص على الفريم الشهري، ما هو الديلي ممكن يضحك عليا، يعمل نفسه بيعمل كسر حقيقي. طالما النموذج واضح على فريم معين يبقى الكسر لازم يتم على الفريم ده. يعني هنفترض ان انت فتحت اربع ساعات شفت نفس الشكل ده، رحت فاتح الديلي شفت نفس النموذج، يبقى لازم تنتظر الديلي. فتحت الويكلي شفت نفس النموذج، يبقى لازم تنتظر الويكلي. فتحت الشهري ما شفتش، مش ظاهر عليه، لا يبقى انا استنى على الويكلي او الديلي طالما مش ظاهر على الشهر. لان احيانا ممكن كل الشكل اللي قصادك ده يبقى عباره عن شمعه واحده على الشهر، فمش هيظهر اي حاجه كده. احنا تعرفنا على ثلاث انواع من دعوم المقاومات، اللي هي دعوم المقاومات الافقيه المتحركه الفجوات السعريه. تعالى نتعرف على نوع رابع من دعوم المقاومات، ومش بس كده، ده هيكون اداه مهمه جدا لتحديد الاهداف بالاضافه لتاكيد دعوم المقاومات، وهو ليس فيبوناتشي شيء اللي اعتقد ان كلنا عارفينها، لكن هنتكلم فيها بسرعه عشان زي ما قلنا معانا
ناس بيجنرز او مبتدئين، فبرضو علشان يبقوا عارفين احنا بنتكلم في ايه، لان في البرنامج هنتكلم فيه كتير قوي في المحاضرات اللي جايه، فلازم الكل يكون فاهم هي ايه. فيبوناتشي راجل ظهر في القرن 13 تقريبا، عالم رياضيات ليه نظريات كتير قوي في علم الرياضيات. اللي يهمنا منها هو حاجه اسمها نسب او ارقام فيبوناتشي. ارقام فيبوناتشي اللي هي الارقام اللي قدامك دي هي بالظبط عباره عن متواليه عدديه بتبلغ الصفر والواحد، وكل رقم بعد كده بيساوي مجموع الرقمين اللي بعده اللي قبله، اسف يعني 3 تساوي 2 زائد 1، 5 تساوي 3 زائد 2، 8 تساوي 5 زائد 3، وهكذا وانت ماشي. دي المتواليه او ارقام فيبوناتشي. الراجل ده اكتشفها بطريقه لطيفه قوي. كان اتعرض عليه مساله انه لو عندك زوج من الارانب هينتج او ينجب كام زوج في خلال سنه او في خلال 12 شهر. فجاء في الكتاب تقريبا كان الكتاب الاخير بتاعه حل المساله دي ازاي. من المعروف ان اي زوج ارانب ما بيبداش انجاب غير بعد شهرين من ولادته، وبينجب بمعدل زوج واحد كل شهر. والراجل خد الكلام ده وعمل ايه؟ قال لك تعالى كده في شهر يناير كان معانا الزوج رقم واحد اللي دخل الدائره الحمراء، ده اسم الزوج اللي هو رقم واحد، يبقى بالتالي كان عندنا عدد الازواج واحد زي ما احنا. طيب بالتالي احنا قلنا مفيش انجاب غير بعد شهرين، ففي شهر فبراير هيفضل عندنا الزوج زي ما هو رقم واحد، هيبقى عندنا زوج واحد. جه في شهر مارس الزوج رقم واحد ده انجب لنا الزوج رقم اثنين الصغير ده، فبقى عندنا زوجين. جينا في شهر ابريل الزوج رقم واحد بدا بقى ينجب كل شهر، فانجب لنا الزوج رقم ثلاثه، لكن الزوج رقم اثنين لسه مش هينجب دلوقتي، فبقى عندنا ثلاث ازواج. جينا في شهر مايو الزوج رقم واحد انجب لنا الزوج رقم اربعه، والزوج رقم اثنين بدا ينجب هو كمان، انجب زوج بقى عندنا خمسه، وهكذا. بصينا لما بصينا كده في عدد الازواج وانت ماشي لقينا واحد واحد واثنين وثلاثه وخمسه وثمانيه و13، ولو كملت لاخر السنه هتلاقي 21 و34 و55 و89 اللي هم كانوا ايه؟ اللي هم عباره عن الارقام بتاعت المتواليه الهندسيه. يبقى هي دي الرقم المتواليه الحسابيه، يبقى هي الارقام بتاعت المتواليه دي جت من حكايه الارانب بالشكل ده. التطبيقات اللي على ارقام ونسب في فيبوناتشي كتيره، محتاجه ان انت تقرا اربع خمس كتب، كل كتاب ممكن يكون فيه 500 600 صفحه. لكن احنا اللي هيهمنا منها اللي هنستخدمه في التحليل الفني اللي بنسميه نسب في فيبوناتشي. ونسب في فيبوناتشي في عندنا نسب اساسيه اللي هي، تعالى كده، النسبة اللي هي 61.8% اللي بيسميها النسبة الذهبية، ودي أهم وأقوى نسبة في نسب فيبوناتشي، اللي بتكون ناتجة ابتداء كده من الرقم الثالث، اقسم أي رقم على الرقم اللي بعده مباشرة هيدي لك النسبة دي، أي رقم من دول على الرقم اللي بعده مباشرة هيدي لك نسبة ال 61.8. لو مسكت أي رقم وفوتت بقى رقمين وقسمت هيدي لك النسبة التالية اللي هي 38.2%. يعني 3 على 8 أو 5 على 13 أو 8 على 21 هيدي لك نسبة 38.2%. لو فوتت ثلاث أرقام قسمت الثلاثة على 13 مثلا أو الخمسة على ال 21 وهكذا هيدي لك النسبة الثالثة اللي هي 23.6%. دي النسب الديفولت اللي انت هتلاقيها في اي منصه تداول اللي هي الاقل 100%، وفي نسب فوق ال 100% هتلاقي الديفولت برضو اللي موجود، اهمها اللي هو ال 161 وال 261
في المية. لكن في نسب اخرى احنا هنزودها بايدينا على منصات هنشتغل بيها في التحليل الكلاسيكي، هتبقى ارقام قليله اللي هنزودها، لكن لما تدرس الهارمونيك في نسب تانية كتير هنزودها، هتكون مهمه جدا لان الهارمونيك كله معتمد على النسب. فهي اهميه نسب فيبوناتشي مش بس في كتطبيق ملموس في مجالات الحياه سواء في الطب او الهندسه او الرياضيات او غيره، اهميتها ان هي ايضا نفسيه، عامل نفسي مهم. بمعنى انا اقول كده استاذ نايف ما هي الاستراتيجيات الموجودة في الدورة دي، هيعرفها الناس اللي جوه الدورة ان شاء الله. تعالى نتعلم ازاي نشد فيبوناتشي مبدئيا، بعد كده عندنا استراتيجيات خاصه بالفيبوناتشي هنتعلمها مع بعض ان شاء الله. في عندنا نوعين اساسيين من نسب فيبوناتشي. النوع الاولاني بيسميه ريبريسمنت او الارتداد، اللي هو هيحسب لك نسبه التصحيح عكس الاتجاه. بمعنى لو انت عندك اتجاه هابط زي ده وتم اختراقه الاعلى، انت عايز تشوف المناطق المهمة اللي هي نسب التصحيح المهمة عكس الاتجاه، فبتعمل ايه؟ هتيجي تجيب الفيبوناتشي ريتريسمنت عادي ده وتشده في نفس الاتجاه الهابط من فوق لتحت اللي انت عايز تحسب الانعكاس عكسه، هبتدي يظهر لك نسب فيبوناتشي الاساسية 23 38، هتلاقي ال 50 61 دي النسب الاساسيه. النسب الثانيه دي احنا اللي مزودينها وهنعرف هنزودها ازاي. ده كده اسمه ريبريسمنت او ارتداد. النوع الثاني من نسب فيبوناتشي اللي بنسميه الامتداد او الاكسبانشن، او بعض منصات التداول بتسميه بروجكشن، ان انت عايز تحسب الامتداد في نفس الاتجاه الحركه مش في عكسها. بمعنى ان انت بدات الاتجاه مثلا بالجزء ده، بالجزء ده فقط، تمام؟ فانت قبل الاتجاه ما يتحرك عايز تحسب النسب المهمة في نفس الاتجاه. فبنعمل ايه؟ الاكسبانشن هنا طريقة شده هتكون مختلفة شوية عن الريبريسمنت، لأنه بتشد على مرتين. ازاي؟ أجي أشد أول جزء على الموجة أو الجزء اللي أنا عايز أحسب امتداده اللي هو الجزء ده. هنلاقي في جزء تاني هنا اروح جاي موصله لحد نهايه التصحيحه اللي حصلت بعد الموجه اللي انا عايز احسب امتدادها، يروح هو عامل لي حاطط لي النسب لاعلى. النسب دي عشان نبقى عارفين، هي اولا عشان اهتم بيها كمقاومه او كدعم، دايما بيفضل ان بيكون بيقابلها مقاومه.
مقاومه او دعم سعري او مقاومه او دعم خط ترند. بمعنى ان انا لما عملت الفيبراتشي اكسبانشن وجيت احسب الامتداد بتاعي، احنا قلنا ان نسبة 61.8 من اهم النسب، واي حاجة فيها 61 بتبقى مهمة زي ال 161 او ال 261. فانا بالنسبة لي نسبة ال 161 متفقة هنا مع ايه؟ مع منطقة مقاومة افقية اللي هي المنطقة دي، وبالتالي بقت نسبة 161% دي نسبة مهمة بالنسبة لي. يبقى عشان استخدم فيبوناتشي صح لازم يكون ليه تأكيد من حركة الشارت نفسها السعرية، من المقاومات الدعوم اللي بيكونها الشارت، سواء خط ترند أو أفقية زي دي. والمناسبة عايز أوضح حاجة، المقاومات أو الدعوم مش دايما بتكون مستوى ثابت أو سعر ثابت، لا، المقاومات والدعوم بتكون مناطق. بمعنى في عندي مناطق زي دي كده، دي منطقة بسميها برايس كلاستر أو منطقة تجمع سعري، المنطقة دي كلها على بعضها كده هي منطقة مقاومة أو دعم، وبالتالي أنت لما بتيجي تتعامل معاها من بدايتها لنهايتها هي بتمثل مقاومة أو دعم. يعني لما السعر يجي يعكس المقاومة هيبدأ منين؟ هتبدأ منين؟ هتبدأ من أقل نقطة في المستطيل ده وتنتهي لأعلى نقطة فيها، كل دي مقاومة على بعضها. ممكن السعر يوصل لبداية المستطيل ويعكس لأسفل، ممكن السعر يوصل لمنتصفه، ممكن يوصل لقمته زي ما حصل في الحالة بتاعتنا، وصل لمنطقة المقاومة مع نسبة ال 161%، دي بقت منطقة مقاومة مهمة. إذا هتكون نسب فيبوناتشي أحد الأدوات المهمة اللي هنشتغل بيها. فيبوناتشي لسه هنتكلم فيه كلام كتير وكبير قوي، وهنتعلم إزاي أستخدم فيبوناتشي لوحده في التريدنج بدون أي حاجة في الدنيا، ولكن هيكون ليه بطرق معينة هنتعلمها مع بعض إن شاء الله في الاستراتيجيات الخاصة بفيبوناتشي. احنا بس حبينا ندي فكره عنه النهارده. استاذ خالد بتسال عليه، استاذ خالد بدر الاخيره اللي هي ايه؟ انا اصلا مش عارف انت كلام كتبت الجمله امتى، بتقصد على ايه؟ رسم الفيبو اللي هو الاكسبانشن اللي هو الثاني مش كده؟ تمام، حاضر هقولها لك تاني. الاكسبانشن او البروجيكشن بيتشد على مرتين عشان احسب الامتداد في نفس الاتجاه. موضوع البروجيكشن ده هيكون ليه معانا استراتيجيه خطيره جدا هتعمل بيها تريدنج ممتاز، بس مع ادوات ثانيه هنتعلمها ان شاء الله. هفترض ان انا عندي الموجه دي، الهبطه دي بدات بالشكل ده وبعدين بدا يصحح بالشكل ده، عايز احسب الامتداد لاسفل اجيب النسب المهمه. طب اعمل ايه؟ هشد اهو الاكسبانشن، اجي الاول اول جزء اشده الاول من بدايه الموجه الاولانيه دي لحد اخرها اهو، هبص الاقي في ديل هنا كده، هروح جاي شده لحد نهاية التصحيح. بس يبقى هي دي عمل لي هو بقى ايه؟ النسب اللي احنا هنتعلم نزود عليها نسب مش موجودة أصلا في المنصات عشان نشتغل عليها، وهنتعرف مع بعض أهم النسب هتكون فين. تمام؟ بالشكل ده. خدناها حاجة صغيرة النهاردة كده، لازم نكون بس عارفينها.
هي خاصة بالمؤشرات الفنية، احنا مش هنتكلم في مؤشرات فنية النهاردة. الأول تعالى الحتة دي بتاعت أحجام التداول دي فيها حاجة مهمة أوي. أولا دايما الكسر الحقيقي مرتبط بالفوليوم، يعني أي كسر دعم أو اختراق مقاومة دايما بص على الفوليوم اللي بيكسر، لازم يكون فوليوم عالي وعالي بشكل ملحوظ عشان تأكد الكسر. زي الحالة دي بتاعتنا دي، ده كان ترند صاعد وهو بيكسر، بص ازاي الفوليوم بدأ يزيد. بعدين في نفس الوقت تزايد الفوليوم نفسه كان بيأكد لي استمرار الاتجاه. تمام؟ طيب ملحوظة تانية خد بالك منها قوي بقى، لما يستمر عندك اتجاه لفترة وبمتوسط فوليوم معين، سواء ضعيف سواء عالي متوسط ايا كان، هنفترض اتجاه كان هابط وفجأة تلاقي اكسترا فوليوم او فوليوم غير طبيعي حصل بالشكل ده، دي بتكون اشارة لو الاتجاه هابط ان دخل مشتري، او لو كان الاتجاه صاعد ان دخل بياع. من اشارات الفوليوم الاخرى اللي كنا قلنا عليها، وهي انك لما بتكون في اتجاه صاعد وتلاقي حجم التداول او الفوليوم بيقل بالشكل ده، اعرف ضعف، ان في ضعف بيحصل، خصوصا لو كنت عند منطقه مقاومه مهمه. الفوليوم ليه اسرار كتير اخرى هنتعرف عليها مع بعض ان شاء الله خلال الكورس بتاعنا. وشات فنيه احنا ولا مش هنتكلم فيها، لكن هنتكلم في حاجه مهمه لازم نكون عارفينها قبل ما نبدا ندرس المؤشرات علشان نبقى جاهزين ليها، يعني عشان ما نضيعش وقت. في حاجه اسمها ايه؟ هي المؤشرات الفنيه دي عباره عن ايه؟ مؤشرات هي عباره عن معادلات رياضيه من خلالها ببني علاقه ما بين حركه السعر وما بين حركه المؤشر، بقدر من خلالها اتوقع الانعكاس او ااكد الاتجاه او احدد قوه الاتجاه او احدد مناطق تشبع الشراء او مناطق تشبع البيع. تعال احنا في حاجه بس عايزين نتعرف عليها بسرعه، وهي حاجه اسمها الدايفرجنس او الانفراجات. معظمنا طبعا بالتاكيد عارف ايه هو الانفراج الايجابي وايه هو الانفراج السلبي. ببساطه الانفراج الايجابي انك تكون بغض النظر عن ايه هو المؤشر اللي تحت ده، كل ده هنشرحه بالتفصيل. المؤشرات الفنيه لينا معاها محاضرتين كاملين ان شاء الله مع استراتيجياتها. الانفراج الايجابي هو ان يكون في الاتجاه الهابط السعر بيعمل قاع اقل من قاع وبيهبط، الا ان المؤشر لا يستجيب وبيعمل قمه اعلى من قمه، يعني شغال عكس حركه الهبوط. ده اسمه انفراج ايجابي، بيكون اشاره الى انعكاس او على الاقل تصحيح الى اعلى، او معنى اصح اشاره الى ضعف الاتجاه. معنى اصح يبقى الانفراج الايجابي بنبص عليه عند القاعان في الاتجاه الهابط، ده قاعان بتعمل اعلى من القاعان على السعر والمؤشر يعمل قاعان اعلى من القاعان. طيب الانفراج السلبي هيكون العكس، هيكون بقى في نهايه الاتجاه الصاعد، نبص على القمم نلاقي السعر بيعمل قمه اعلى من قمه، والمؤشر العكس مش مستجيب بيعمل لي قمم اقل من قمم، بيدي اشاره لضعف الاتجاه، فبتكون اشاره الى انه اما انه هيحصل تصحيح لاسفل او الاتجاه بالكامل هينعكس الى اسفل. ده الانفراج الايجابي والانفراج السلبي، طبعا هنتكلم عنهم بتفصيل اكتر لما نروح نتكلم في المؤشرات نفسها وتركيبتها. في حاجه ثانيه اسمها الهيدن دايفرجن او الانفراج الخفي، وده كتير من الناس ما تعرفوش. الانفراج الخفي او الهيدن دايفرجن هو عكس اللي انا قلته في الانفراج الايجابي والسلبي تماما، عشان كده هيلخبطك، عشان كده مش هقول لك عليه دلوقتي، بس انت بقى فكرني في المحاضرات واحنا بنتكلم في المؤشرات اكلمك فيه، تكون انت اتعودت بس على الانفراجات الايجابيه والسلبيه شويه عشان ما لخبطكش، لان لو كلمتك فيه دلوقتي هتتلخبط. تمام؟ طيب
انا شرفت بلقائكم النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا ولو حتى ب1%، وان شاء الله القاكم على خير في المحاضرات القادمه. ولو في اي حد ليه اي حد سؤال انا تحت امركم ان شاء الله. شكرا يا استاذ. بالتاكيد يا استاذ نايف في استراتيجيات، احنا كل، خد بالك من اول الكورس لحد اخره كل كلمه هنقولها هي استراتيجيه في حد ذاتها، لكن الفكره مش في عدد الاستراتيجيات، هي الفكره في انك استخدمها في الوقت والمكان الصحيح، لان كل حاله وليها استراتيجيه خاصه. الاتجاه الصاعد ليه استراتيجيات، والهابط ليه استراتيجيات، مرات السايد واي ليها استراتيجيات، الانتراداي ليه استراتيجيات تختلف عن الفريمات الكبيره، كل حاجه وليها استراتيجيات خاصه بيها، المهم ان انت تعرف تستخدمها امتى. خد بالك عشان كده معظم الاكسبرتات تشتغل شويه كويس وبعدين تفشل وتمرجن المحافظ. ليه؟ لان الاكسبرت بيبقى مصمم على حاله معينه على الشارت، يجي الشارت اول ما يبدا يدخل في حاله ثانيه الاكسبرت يفشل فيبوظ الدنيا. عشان كده انت لما تستخدم استراتيجيه في المكان الصحيح هتبقى الدنيا ماشيه معاك سليم ان شاء الله. تمام؟ اوكي شكرا. ان شاء الله يا استاذ نايف هنطبق برضه على السوق السعودي كمان، ما تقلقش، انا عامل حسابي ان انا هطبق لك على السوق السعودي والمصري والفوركس وكله، عشان اي حد شغال في اي مجال يستفيد باذن الله. التحليل الفني بيمشي على جميع الاسواق، الفرق بيكون في حاجات بسيطه في التطبيقات خاصه بسرعه حركه السوق نظرا لسرعه الحركه في الفوركس، وكميه البيانات الاقتصاديه اليوميه بتختلف شويه عن حركه الاسواق وخصوصا الاسواق العربيه يعني. شكرا لله. طيب يا شباب شكرا لكم جميعا، ونتقابل قريبا باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.